ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة
أثبت الله كفرا وأحل قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم Yeah.
Oh,
قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن رب ربنا